جميع أصناف الفواكه موجودة، زي الخوخ زي المشمش بأصنافها، يعني تتعدد الأصناف، رمان، جميع الشتول المثمرة موجودة، زيتون حدود 8 و9 أصناف، برتقال جميع الأصناف. بالنسبة للشتول النادرة عندنا اللونجان، عندنا المكاديميا، عندنا الشيكو كراميل، عندنا الأفوكاتو، عندنا قشطة اللي هي يقال قشطة سرسوب اسم العلمي جارفيولا، عندنا الجرامبولا، عندنا نبات القهوة، كان في عندنا نبات الكاكاو، وتم عندنا النبق التايلاندي، عندنا بعض أصناف المانجا، حدود 4 أو 5 أصناف من المانجا موجود. موجود الاسماء البرتقال الكيميكوات، وأصناف عدة ممكن نحصيها، عندنا تفاح الورد، باشن فروت، جاك فروت، لوز الهندي، جوافة الفراولة، حدود 14 صنف نادر. المشات اللي هي العمود الفقري للزراعة، سواء كانت زراعات حقلية اللي هي الخضروات أو الزراعات التمرية اللي هي الفواكه والأشجار المعمرة. إن صلح المشتل صلحت الزراعة، وهنا المشتل ضروري يكون عنده يعني مواصفات للشتول، طريقة تشتيل، البيئة اللي يشتل فيها تكون بيئة خالية من مسببات الأمراض، تكون بيئة معقمة، بيئة صناعية، أصناف مطعومة على أصناف تكون مقاومة للجفاف والآفات، وتكون ذو جودة عالية وذو إنتاجية عالية. ودور الدولة كبير جدا، اللي هي تضليل صعاب سواء كان للقطاع الخاص أو القطاع العام، لأن المشتل هو الأساس زي ما حكينا، أن عمود الفقري لنجاح الزراعة أو الفلاحة في ليبيا. هنا دور وزارة الزراعة أو قطاع الزراعة بصفة عامة دورة كبير جدا جدا في هذا الموضوع، تضليل بعض الصعاب، توفير بعض الـ الامكانيات من بيئه، من اصايص، من مبيدات، من كذا، مراقبه المشاتل، اعطاء شهادات للمشاتل بالجوده بالكذا، يعني هلبة امور تشجيعيه، وتكون على عين القطاع الزراعه وعلى عين الوزاره.